طيب تعالوا ننتقل إلى واحدة من أهم أهم الدوكيومنتس الموجودة عندنا في أه, ال ال الكونستراكشن أو HSC دوكيمنت وهو الويست waste احنا عارفين الكونستراكشن من المواقع أو المشاريع اللي هي بتبقى منتجة، يعني المشاريع دي بتبقى منتجة لكمية waste، سواء بقى كان hazardous waste، كان سيوج waste اللي هو المخلفات الصرف الصحي او النورمال ال... 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 ويست الويست العادي بقى اللي هو الاكل والشرب وال الاكل وال... والورق والكرتون او سكراب طالع وود ميتال آه كل ده مهم جدا ان احنا لازم ناخده في الاعتبار الويست مانجمنت لازم يبقى عندي ويست مانجمنت بلان بتقول ايه هي انواع الويست؟ لازم يبقى عندك تصنيفات للويست عشان لما اجي بعد كده اقول البن الفلانيه دي هيتحط فيها الويست كذا اللي لونها اخضر واللي لونها احمر واللي لونها اصفر واللي لونها ازرق وبتبدا بتعمل جواها ايدنتيفيكيشن للويست اريا الكوليكشن بوينتس النقط التجمع إمتى, امتى امتى ايه الاماكن انا اسف اللي هتجمع فيها الويست وشكل الاماكن دي ايه وفيها كام صندوق ويبقى في عندك خريطه وماب بهذا الكلام وايه الويست كنترول هايراكي هل كله تخلص لا والله ده في حاجات هاخدها اعمل لها اعاده تشكيل مره ثانيه لا والله في حاجات هدخلها في في صناعه ثانيه انا مش عايز اخش هنا في الويست مانجمنت هايرارك لكن في النهايه لازم يبقى عندي ويست مانجمنت بلان ده دوكيمنت موجود اهو طب والكلر كودنج بتاعه الويست بن طيب انا النهارده محتاج بقى ان انا اعرف اتخلصت من ويست قد ايه ده دوكيمنت مهم جدا يبقى عندي تاريخ الويست تايب انا اتخلصت في اليوم الفلاني من كذا يبقى عندي لوج كده تمام وتاريخ الديسبوزل تمام ايه الكميه اللي انا اتخلصت منها تمام وطبعا ده بيبقى بريسيتات وايصالات اكوردن لي قانون 494 معدل 9 2009 ولازم يبقى في مسار تتبع ولازم يبقى في ريسيت يدل على الراجل ده نتخلص من هذه المخلفات تخلص امن ومين المقاول اللي استلمها مني بفضل طول كل يوم حسب ايام تجميع المخلفات والتخلص منها بجمع الكلام ده عشان في الاخر اطلع الكميه اللي تم التخلص منها كل شهر وده نوع من انواع resources او الويست مانجمنت كنترول ابقى عارف ايه الويست اللي طالع عندي طبعا ده بيختلف طبقاً للبيك بتاع المشروع في مشروع في البداية بيبقى الويست اللي طالع منه قليل كل ما البيك بيزيد وبيخش في قمة المشروع وفي وفي وفي, وفي قمة نشاط المشروع بنبدا نخش هنا على آه كميات كبيرة جدا من الويست سواء كان بقى سنتري سواء كان ايه آه نورمال ويست او الهازاردوز ويست المخلفات الخطره طيب بالذكر بنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها الريسورسز طيب زي ما انا اتكلمت على اللي خرج من عندي طب انا استهلكت قد ايه استهلكت قد ايه في ايه بقى يا سيدي استهلكت قد ايه في ايه في النون بوتابل ووتر ان واشينج فاسيلتيز يعني النهارده عندي تنكات ميه تنكات ميه دي فيها بستخدمها لعمليات الوضوء والحمامات العاديه وغسل الايدين والكلام ده كله أنا عندي تانك، التانك ده بملاه كل كام يوم، بملاه كل خمس ست أيام حسب الكونسومشن والإستهلاك. فلازم أسجل عندي الكميات من النون بوتبل ووتر أو اللي هي النون درينكبل ووتر، المياه غير صالحة للشرب. طب بجيب قارورات مياه، بجيب أزايز مياه، بجيب مياه حلوة وصالحة للشرب وأحطها في تانك تاني وأكتب عليها مياه صالحة للشرب، ده درينكينج ووتر. طيب أنا النهارده عندي مواقع كونستراكشن كلها شغالة بمولدات، بجنريتورز. الجنريتور ده بيشتغل بديزل صح فول الفول قد ايه فول فبالتالي لازم يبقى برده في نفس المنهجيه عندي ايه هو الريسورسز اللي انا استهلكتها الكميه قد ايه استهلكتها في انهي مكان عشان اقدر أكونترول الريسورس طبعا هتلاقي لها لما انا يبقى عندي كميه ميه مستهلكه او نون درينكبل ووتر مستهلكه قد كده فبالتالي كميه الصرف اللي طالعه تبقى كبيره وهنا يبان الفارينس بقى في اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه في الويست مانجمنت لو انا بتكلم في السانيتري كنترول او المياه الصرف الصحي